السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. خرجت علينا الأميرة سمارة يحيى الآن باستروهات جديدة. في الأسطور الأول بدأت بنصيحة جميلة لمتابعيها، حيث قالت: كلما أحسنت نيتك أحسن الله حالك، وكلما تمنيت الخير لغيرك جاء الخير من حيث لا تحتسب. اللهم اصلح القلوب والحمد لله. وفي الأسطور الثاني فتحت باب الأسئلة لمتابعيها وطلبت من محبيها: لا للأسئلة الشخصية، إني وصيتكم من قبل وسنوفيكم بالجديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.